فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم شروطا لوجوب إجابة وليمة العرس، ومنها أن يكون الداعي مسلما، فهل هذا شرط معتبر؟ أي نعم، هو يكون مسلما، أما إذا كان كافرا فليس له حق عليك. نعم. وكذلك حفظك الله أن يكون ممن لا يجب هجره. هذه ما أدري عنها الشروط، هذه ما أدري عنها، لكن مسلم صحيح. نعم. وكذلك حفظك الله أن لا تتضمن ضررا كسفر. هذا كله ما أدري عنه، هذا مزينة واحد ما أدري، ما هو من كلام العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.